شايفه في المرحله الثانيه من الانتخابات الناس تنزل تدلي باصواتها ولا يبقى في عزوف من المواطنين؟ لا يعني شعوري الخاص ان هيبقى في عزوف نتيجه ان ده بقى انطباع عام عند الناس. يعني حضرتك شايف في المرحله الثانيه من الانتخابات هيبقى في عزوف من المواطنين ولا ينزلوا يشاركوا؟ هينزلوا يشاركوا ان شاء الله باذن الله. ليه فندم؟ عشان مصر محتاجه برلمان، والبرلمان دوت الدول اللي هتيجي تعمل لنا استثمارات في بلدنا محتاجة ان الدولة يكون فيها برلمان، وبدون برلمان الدول مش هتيجي تستثمر عندنا اي شركات او اي عناصر اللي هي تدخل دخل للبلد. يعني لا، لازم الناس تنزل عشان لازم يبقى في برلمان ولازم يبقى في تشريعات والقوانين والحاجات دي. يعني البلد اللي ما فيهاش برلمان ما بيعترفوش بقى بره طبعا، لان دي طبعا تعتبر مرحلة من المراحل اللي البلد محتاجاها. يعني لا، مش هيكون في مشاركة زي الأول زي الجيزة، لأن الناس اللي نزلت تنتخب ديت مش ممكن ما يكونش قد المسؤولية، ممكن إن هي نازلة عشان سلطة عشان حاجة تانية. أنا شفت في المرحلة الأولانية حضرتك إن الجمهور قليل جدا. لا، هينزلوا يشاركوا إن شاء الله، هينزلوا يشاركوا على أساس إن إحنا برضه عايزين البلد تستقر، ولما يبقى فيها عندنا مجلس نواب برضه الدنيا هتمشي، ومجلس النواب برضه هو يبقى مراكب للحكومة. انا بالنسبه لوجهه نظري مش شايف ان المرحله الاولى ما فيش ناس نزلت كتير، فاكيد المرحله دي مش هيبقى فيها برضك عدد كبير للناس. في ناس كتير هتنزل تشارك طبعا، الانتخابات دي بتاعتنا وبتاعت مصر، وانتخابات دي وربنا يوفق الشعب وربنا يوفق الجميع. مؤكد هيبقى فيها عزوف من المواطنين، مؤكد، لان اللي نازل على الساحه ما هماش اللي نازل على الساحه ما هماش على قدر ان هو يمثل او يبقى عضو في البرلمان، عضو في برلمان مصر. ما ينفعش، ما ينفعش، كلهم نماذج جديده وبعض منهم سيء للاسف.